الأجزاء الخطرة في الدجاج. كشفت الدكتورة ناتاليا ستشوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي خبيرة التغذية الروسية الأجزاء من الدجاج الأكثر فائدة وكذلك الأجزاء التي من الأفضل عدم تناولها. وتشير الخبيرة بحديث لراديو سبوتنيك إلى أن اللحم الأبيض في الدجاج يحتوي على أدنى نسبة من الدهون، لذلك يعتبر معظم الخبراء صدر الدجاج أكثر أجزاء الدجاج فائدة للصحة، ولكن يجب أن تكون التغذية متنوعة، لذلك يجب عدم الامتناع عن تناول لحم الفخذ والساق. يمكن أن تناول لحم الفخذ والساق، ولكن أنصح بتناول في فترة الغذاء ولحم الصدر في فترة العشاء. لكن لحم الفخذ والساق قريب من اللحوم الحمراء، وهذه تحتوي على نسبة جيدة من الدهون المشبعة التي نستخدمها في النظام الغذائي بصورة محدودة. تؤكد ناتاليا توجد أكبر كمية من الدهون المشبعة في جلد الدجاج، لذلك من الأفضل استبعاده من النظام الغذائي. قد يتخلى الكثير عن اللحوم الحمراء ويتناولون بدلا منها لحم الدواجن، ولكنهم في نفس الوقت يتناولون لحم الفخذ والساق والأجنحة مع الجلد في الدواجن، وهو في الواقع يحتوي على نسبة عالية من الدهون تعادل تلك الموجودة في اللحوم الحمراء الدهنية، وهذا يشمل لحم الصدر مع الجلد أيضا. والأكثر فائدة للصحة تناول لحم الدواجن المسلوقة أو المطهي على البخار، كما يمكن شواء لحم الدجاج. وتوصي الطبيبة بعدم تناول الدجاج يوميا، بل من الأفضل تناول أنواع اللحوم الأخرى والأسماك بشكل متنوع وغير مفرط.